مرحبا بكم مجددا في إسرائيل. بدأ الأمر بهذه اللحظات وصنع التاريخ. نحن اليوم نصنع التاريخ. اليوم نحن نصنع التاريخ وهذا سيتذكره أجيال وأجيال. هذه أول زيارة تاريخية من الإمارات إلى إسرائيل. هذه أول مرة منذ توقيع الاتفاق التاريخي في البيت الأبيض. أول مرة تقوم حكومة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل بتوقيع اتفاقيات ملموسة للتعاون. نوقع اتفاقيات ستصنع الفرق للشعوب. أولا سنعمل على التعاون في الاستثمار والاقتصاد حتى ننشئ بيئة اقتصادية تفيد كل المواطنين ورواد الأعمال، وهم كثر بالمناسبة في الإمارات وإسرائيل، وهذا سيفيد السلام. أعتقد أن زيارة رفيعة المستوى من الإمارات العربية المتحدة إلى إسرائيل وهذه الاتفاقات للتعاون التي سنوقعها تظهر للشعب الإسرائيلي والإماراتي والعالم بأن هناك تبادل سلمي وآمن سيجري بين دولتينا. معالي الوزير، نحن نشكركم ونطلب منكم أن تبلغوا الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تشكراتنا الخالصة العميقة. هو قائد عظيم.